اللاعب رامز الرقي يروي ما حدث معه في أول معسكر له رفقة المنتخب الوطني الجزائري. قبل بداية الفيديو أرجو منكم أن تشاركونا في التعليقات حول رأيكم في أداء محاربي الصحراء، وهل هم قادرين على المنافسة بقوة في تصفية كأس العالم والتأهل إن شاء الله، ورأيكم حول اللاعب رامز الزروقي والدور الذي يقوم به في وسط الميدان. وهيا بنا كالعادة نبدأ الفيديو بذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم وأهلا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد. إذا كنت تهتم بأخبار محاربي الصحراء في الجزائر وأوروبا، نرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتحفيزنا باللايك حتى نقدم المزيد. حيث أوضح اللاعب صاحب 22 عاما أن جميع لاعبي منتخب الجزائري اعتنوا به جيدا وقدموا له النصائح اللازمة طيلة فترة التربص الخاص بمباراتي زامبيا وبوتسوانا الأولتين. وأضاف لاعب خط الوسط زروقي أن زميله محرز جاء خصيصا إليه في مباراة بوتسوانا للحديث معه وتقديم النصائح له، قائلا إنه حس وقتها أن محرز ربما كان يملك فكرة عنه رغم أنهما لعبا مع بعضهما البعض للمرة الأولى. وأردف لاعب تفينتي الهولندي أن الناخب الوطني جمال بالماضي أثنى عليه كثيرا بعد أدائه في لقاء بوتسوانا مما جعله يحس أنه ظهر بشكل جيد جدا في المباراة الأولى له رفقة كتيبة محاربي الصحراء على حد قوله. وأثنى رامز الرقي على جميع اللاعبين الذين ودعوه بطريقة رائعة رغم قضائه فترة قصيرة معهم، مر وقتها بشكل سريع على حد تصريحاته، وتمنى فنك الصحراء أن يعود مجددا لصفوف المنتخب الوطني الجزائري شهر جوان لخوض غمار تصفية كأس العالم قطر 2022. وختم رامز الرقي حواره بقوله إنه سيلتحق مستقبلا بدورة لتعلم اللغة الفرنسية التي لا يجيدها تماما، بما أنه من مواليد هولندا وأمه من جنسية هولندية فضلا عن كون والده جزائري. للتذكير فإن رامز الرقي تقمص ألوان المنتخب الجزائري خلال أول استدعاء له من قبل المدرب الوطني الجزائري جمال بالماضي الذي أشركه بديلا في مباراة أولى زامبيا أمام زامبيا وبعدها أساسيا في مواجهة بوتسوانا ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات منافسة كان الكاميرون. ففي نهاية الفيديو أرجو منكم أن تتركوا لنا تعليقا حول رأيكم في هذا اللاعب أسفل الفيديو والضغط على الإعجاب لنستمر في تقديم المزيد. مع السلامة، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.